غادي نجرب ترامبولين، راه ما يمكنش في كرشي هكا. كرشنا قداش اخوتي؟ ايلي معايا تفرقع عليا النفخه وسط طوموبيل. اويلي ما تكونش. اوكي السلام عليكم، زاز لوس اوفردوز، مرحبا بكم في قناه العزاوي فاميلي. فيديو جديد اخوتي او تحدي جديد. كما كتعرفوا زوجتي ابتسام حامل في الشهر الثامن ديالها، وكدير الروتين ديالها العادي كاي سيدات في الدار، وداك الشيء الشقا والروينه تماره. قلنا اليوم حنا اللي غادي نديروا ديك تماره بلاصتها انا واخوها، ولكن بشرط. اشنا هو الشرط ابتسام؟ الشرط هو ان هاد النفخات هادو غيكونوا عامرين بالماء. شنو هو؟ غيكونوا عامرين بالماء. ومن بعد؟ وغديروهم باش تكون عندكم كريشه بحالي، غادي ديروا دوك المهمات بالكريشه. والنفخات كاينين في كرشنا. وعامرين بالماء. وشنو ولا تفرقعوا؟ ولا تفرقعوا لك خسرتي، يعني هذاك هو التحدي، راه غندير لكم هاد النفخات عامرين. اجي بعد هاد المهمات ساهلين ولا صعاب؟ صعابين. اصعب مهمات في الشقه. ناري والنفخات قداش غيعمروا كامل بالماء؟ كاملين غتولي عندكم هادي. قابلتي انا قلنا نعاونوك. تام اش بالك في التحدي؟ مشينا فيها اخويا والله الا مشينا. المهم المهمه الاولى بعدا هي اننا شنو نعمروا البالونات ابتسام، هي اللي غتعطينا الجهد تقول لنا واش بركه ولا نزيدوا. على حساب البالون خاصها تكون تقريبا بحال هشام، خاصها تكون كبيره بحال الكف، خاصها تكون وراه ما يمكنش هذيك راه غتفرقع غير على السبه. زيد ماشي شغلي. وناري اخوتي شوف شنو البالونه قداش ولات اللي غنديروا في كرشنا. وثقيله ثقيله. ناري عرفتي مشكلة، ماشي مشكل تفرقع الصوت ولا شي حاجة، غير داك الماء غيتكب على حوايجنا. اجي بعدا علاش طلعتينا السطح ابتسام؟ واش المهمة الأولى كاينة السطح؟ أول مهمة كاينة في السطح. واخا دابا نعرفوها. بركة سيدتي هكاك. ما خصوش يضيع. اوكي دابا غير خصك تسدها ونشوفوا شي طريقة كيفاش نربطوها تكون هنايا في كرشك السي هشام. صعيبة. تبارك الله هاد النفخة قداش ولات. ما يمكنش اخوتي هذه هي اللي غتكون في كرش هشام. وانت انا قدها غتكون في كرشي. انا دابا الثقل ديال البيبينيت. شنو الطريقة تقريبا بحال 2 كيلو. حطها في كرشك. حطها في كرشك. تحت التيشورت هكاك. انشوف دابا ابتسام. فكرة ذكية هذه ابتسام. استعمل اخوتي هاد الزيف هذا باش ترد عند هشام كريشه. ها هي سيفي دم 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 دم. العزاوي شنو فراسك انت كاع ما تحتاج النفاخه؟ وي عندي الكرش. ولكن الفرق هو ان هاد الكرش ما ثقيلاش. ما ثقيلاش صراحه. علاش دابا النفاخه ويلي قداش ولات؟ واو شوف هشام. وناري قداش اسيدي. قالت لك ابتسام اول مهمه عندنا كاينه هنايا في السطح، من بعد نزلوا للدار نشوفوا شنو غنديروا. ولكن شنو غنديروا في السطح هشام؟ نصبنا هاد الزربيه. ولكن ماشي بجوجنا، غنلعبوا ورق حجر مقص باش نشوف شكون غيدير هاد المهمه. شكون غتجي فيه؟ حيت كاين بزاف د المهمات كل مره يدير واحد فينا ديك المهمه. اوا صافي واش نتعاونوا بجوج؟ واش ابتسام دابا كانت معاها شي وحده فاش غتصبن الزربيه؟ لا ما كان معايا حد. صبنتها بوحدي ولا بوحدي؟ شوف شوف الكرش شتي بدا دب دب. يلا سير. زي بومبح زي بومبح زيبومبح هرستار هشام. ولي 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 شويه عليك، ما كنجربش حنا هكاك باش كنكونوا حاملات. هكاك غير شويه عليك تكيس. والخطوه شنو خصو يدير ابتسام؟ هي تسرحها بعدا. خصو يسرحها. اذا خصك تنزل لعندها نشوف واش تقدر تنزل وانت هي حامل. شو 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 ما قدرتش ما قدرتش. ناري ما يمكنش. يلا سير سير. خصك تجلس خصك تجلس خصك تجلس عندها هكاك. يلا زيد بيا لي يا هشام. اوكي كما كتشوفوا الخطوه الاولى وجاتو صعيبه. شوف علاش شوف علاش معوج ما يمكنش. والله يمكن. يلا سير نصر نصرها دابا. ومازال خصك تعمر الماء ودوزتي غير مع النشير ديالها ساعات المكان. سير هكاك. دابا كيبان لي اصعب مهمه هي خصك تعمر داك السطل وتهزو. واخا الحاملات ما كيهزوش الثقل حنا غير خصنا نهزو. يلا سير. اول حاجه هي انه غيديروا في الروبيني دابا خفيف ماشي مشكل ساهل القضيه هيك يا هشام. واخا هكاك صعيبه. يلا سير عمر لي هذاك. يعمروا كامله ابتسام واقيلا ياك؟ خصو يعمر السطل كامل. ناري كامل غيعمر السطل كامل. وهذه غير المهمه الاولى الله اعلم شنو مجدرينا. صافي كيبان ليا في السطح العمر ديال بصح هشام وثقيل ديال السطح. وما تنساش انك انت حامل هذا حامل حامل. يلا سير هز السطح نشوف واش تقدر تهزو. ويلي ويلي فاش الصحه ديالك هشام؟ تفرقع عليك النفخه عندك ويلي ويلي ويلي. يلا وريني بحال اش كيتمشاو الحوامل. زيد هاكاك. اي 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 ما غيوصل داك السطح حتى الغدا اخوتي. وفراسك واخا النفخه حاس بلا برسطات شويه. ماشي بالعالي راه تقلى صاحبي ديرونجات كياك ظهرك بدا كيضرك من دابا. هبط كنهبط الله يسمح لنا والوالدين.
يلا زيد هشام. ها راك كبيتي الماء، ها ما تكبش الماء، ها ما تضيعش لنا الماء. يلا سير 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 سير. ناقص هشام يدير خاصو نعم سيدي في الزك الزربيه، وما قدرش يسطل كامله باش يخويه مباشره جهه ثقيل. قال لهم يدير هذه الحركه هذه اللي هي كيرش دابا على الزربيه كامله. كديروها انتم ابتسام؟ لا صراحه ما كنديروش. تقدري تهزي السطل؟ اه هو دابا غير جوج كيلو تما ديال البحر. هذا ضرني 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 العذاب فاش كتحضر. وكتقدروا تحضروا بحال هكا نيت بحال هكا نيت كنديروا هكا. يلا سير في لي سيشم دابا داكشي كامل اللي بقى ديال الماء خويه على الزربيه. يلا سير ولكن بسرعه. واحد جوج ثلاثه. وعلى الزربيه ماشي علينا حنا. هاكا كفا هشام. ودابا جات وقت اخطر حاجه واللي هي النهايه اللي هي غتهز هذه. وشنو غيدير بها ابتسام؟ غيحك غيحك غيفرك الزربيه. ناري ما يمكنش ناري بحال بحال راه غتفرك على النفخه الصاد. الله انت غتفرك على النفخه ما يمكنش. يلا سير حاول حاول حاول. واش ولد قبل الوقت؟ اي ولد قبل الوقت. الله يعلم شنو كيتسنى لينا في الدار. المهم كما كتشوفوا دابا هشام حامله وكاين صحه الزربيه. والعذاب كي جات كي جات كانت المهمه كي جات. والله الا صعيبه دابا عاد حسيت واحد شويه من داك الصداع. يلا سير ما كتقدرش. فاش كتحضر كتحس بالنفخه باش تهبطك لتحت. هكا كتحسي انت نفس البلان. كتحسي بالجاني اش كيوقع ليه؟ كيتقل عليا هكا بحال هكا. دابا من قبيله انا مضارب معاه. ما يخليكش تهبط على خاطرك. شوف شوف ثلاثة ديال الحاملات طالعين في السادسة. شوف كرش ترى ما يمكنش. كرشنا قداش اخوتي والعربة. شوف شوف يونس 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 يونس. شوف باباك حامل. شوف هشام حتى هو. دير معنا تجربة. لا لا ما تقدرش عليها حيت اخوتي هذه راه كبيرة ديال بصح ما يقدرش انه يديرها في كرشو نهائيا. اوكي دابا فراسك حنا كنديرو كاع المهمة ديال ابتسام. واش في نظرك غنقدو عليهم ولا ما نقدروش؟ ما غاديش تقدروا. ما غاديش نقدروا. واخا دابا نشوفوا. واخا هذا راه تمحن مع الزربيه بزاف. دم 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 دم. حنا كنا حابين كره ولدناهم. انت جي من كل شيء هبطت ابتسام. شوفي كرشك هبطت لحقاش قربتي تولد. قربتي تولد الاخر ديالك هذا. اوكي دابا نزلنا على قبل المهمه ديالي. شنو غندير انا؟ المهمه ديالك هي انك غتمشي للكوزينه وغتهز البوطه الكبيره وغتجيبها لي في وقت وجيز. نجيب لك البوطه الكبيره ودغيا ما تعطلش. واحد جوج ثلاثه دغيا مشاكي زري اش انت تابعو. ولكن بنات البوطه الكبيره ثقيله هو حامل. خليه يمشي يهز هذا هو التحدي ديالو. اسمعي ولكن واش كيدير؟ كيطرقها ولا ما عرفتش كيدير؟ انا قلت ليه جيب بوطه كبيره. ناري غيموت ناري غيموت ناري غيموت. شويه عليك الحامله. شويه عليك وظهري ضرني. شويه عليك شويه عليك. واش واش الثقل هذا كيأثر على الثقل؟ ويلي راه ما كنقدروش حنا نهزو بوطه. ولكن اجي راه دابا الحامات ما تيهزوش الثقل ابتسام. والله الا كاينين شي عيالات مساكن كيقدروا يهزوها. زعما مضطرين. مضطرين انهم يهزوها. اذا المهمه ديالي درتها واجب البوطه. واه مازال ما كملتيش. شنو؟ واش هذه هي المهمه من نيتك؟ غتهز ديك البوطه هزها. هزها وغتبقى هازها في يدك. غتبقى هازها اطول مده. غتبقى هازها 10 ثواني الاطول مده 30 ثانيه. شوف هز هز البوطه. اعطيني الوقت الا ما خمس دقائق. 10 دقائق. لا لا ما تضربوش ما تضربوش. الله يسلمك. ما تضربش ليها. ايه ما تضربش ليه ولده. كيما تفرك عليه. دابا راه خصني نهز البوطه. اعطيني وقت. غتهز لمده دقيقه كامله. غتحاول تبقى هازها لمده دقيقه. ثلاثه برافو عليك. ولا كلشي 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 جوج ثلاثة. شو كيدير انا عندك سولد عندك سولد. ما يمكنش ما يمكنش صعيبة. ما قدرتش ما قدرتيش. فشلت وخفت على ولدي. ضري خاف على ولدي. حطو فوق البوطة مسكين. شو كيدير شو كيدير. ما قدرتش. فاسك بقيتي في هاد اللحظة حسيت بك نيت بصح ما حاملة ما قدرتش تهز البوطة. الله يسمح لنا من الوالدين. ايش هاد القوالب؟ انا قلت لي هز البوطه هو جايبها لي. قلت لي جيب سبرديله. واش فراسك واحد الحاجه اصعب مهمه هي السبرديله وتبقى شرط نلبسوها وحنا الحاملات؟ ودابا المهمه ديالو هي يلبس سبرديله ويسد السيور. اي وسد السيور. شحال صعيبه. فكر فيها دابا خصك تحضر عند السبرديله ديالك وكرشك ناري ما يمكنش. صعيبه والله الا صعيبه. صعيبه هاد المهمه يوصل سهله.
صعيبه فراسك ديما كنشوف كتربطي سبرديتك مره مره كنعاونك انا والله كتعاونني ويونس مره مره كيعاونني ولكن واحد القضيه شحال مره يونس حتى هو كتربطي له سبرديلته وكوداسو وكنتعذب برافو اوكي السبرديله هي كتاب كاستي هشام المهمه اللي عندك هي تحضر وتلبسها وتسد السيور يلاه سير بيا ليا او سير هشام ضهري ضهري دابا انا زعما بديتي ثم كتقدرش تنزل كاع ياك عندي دابا انا ايوا تنزلك والله الا كندير اوكي يلا سير سير هشام يلا سير زيد دابا الاخرى هز رجلك عاوتاني الاخرى باش تركبها يلا سير درنا لك غير مقلب اتفقت انا وياه لا لا باش نشوف فين تبحالاش ولات عواجت باش ترتق باش ترتق سميتو ويلي 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 البرد انا درتو دابا هكا علاش واش فراس واش مازال المهمه الرابعه ديالي انايا مازال انت عندك مهمه ديالي انا ولا كانت عندك مازال شي مهمه عاوتاني تلبس حوايجك وتلبس النفاخه لا وزدتي فيك اش غليش انا شوف هي شنو قالت الناس كيكونوا حابين مره وحده مسكين براك الزياده وظهري امالك وتعذب ظهري كيضرني شوف واش كيعذب مني اش كيفرق دابا شنو نديرو ابتسام دابا انت المهمه ديالك كاينه على برا شنو هو المهمه ديالك حدا الدار واقيله كاينه في الزنقه غادي تمشي وغادي تسوق بين الطوموبيل ديالك وغتدينا لواحد البلاصه غتلعب فيها انت واش غنخرج قدام الناس هكا غتخرج قدام الناس وانت اللي كنخرج قدام الناس هكاك ودابا بلاتي بلاتي واحد القضيه كي غندير ندير الصمطه ابتسام فراسك صعيبه ديريها تعلمتي ليها انا نوريك بحالاش ها هي سدها كتخليها شامل لتحت كتحكرشي بحالاش بحالاش كنديرو هكا من التحت كيشه فوقها ماشي هكاك مالي انا كنهز كرشي هكاك ابتسام مالك وتخيلي معايا تفرق عليا النفاخه والسطانوبيل اويلي ما تقولهاش نسينا هاد البلان ناري ما يمكنش نسوق بشويه خصني نرد ليها المهم دبر راسك خصك تعرف بحال هكا غنديك واحد البلاصه زوينه غتلعب فيها ايه حامله وانت حامله هذا اخوتي راه بدل الحوايج وتهنى هشام لا راه هشام ولد صافي ولد صافي ولد ولد ابتسام علاش جايباني لهاد البلاصه ديال الالعاب جبتك لهاد البلاصه باش غادي تلعب لا ريحتهم عليك ابتسام ما تقوليش لي داكشي كنفكر فيه هذاك الشيء يلاه شنو خصك اول حاجه غديرها هي انك غتطلع مع هاد الدروج وغادي تمشي معاه هنايا وغتهبط مع هاد الزليقه واش انا قدي قد هاد الزليقه راه داكشي مشكله بالكرش صافي ساهله ساهله غادي نديرها في ثواني في ثواني وغتمشي لهاد اللعبه هادي ها هي غندير في هاد اللعبه غتحاول تدخل معنا واش انا بكرشي غندخل في هاد التقبه غتدخل معاه التقبه ماشي شغلي ومن بعد زيدي وغتمشي ني شان كاينه واحد الزليقه تما سير نيشان وغتنزل وهي قدي انا كندير نتزلق فيها المهم غتحاول المهم عندي جوج زليقه تسالي وغتسالي من هاد الزليقه وكاينه واحد العبايه هنايا غتطلع معاها غنطلع مع هادي وغترجع عاوتاني وغتخرج معاه تما واش تي حماقيتي بتعذبيني هذا الادب كامل واخا غنعذبك واخا انا خرجت معاه انا صافي نسالي صافي ساليتي صافي ساليتي وغنشوف لك شي حاجه اخرى مازال ولا قولي لي دابا شنو غندير الا خرجت من هنا صافي هادشي اللي كاين مزيان هشام اجي 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 فكرنيني شنو مني غتسالي هادشي كامل غتعلق هاد التعليقه اللي كان داير هشام سالي هاد التخربيق كامل وجي نتعلق غتعلق هاد التعليقه كرونا هشام يلا هو واحد جوج ثلاثه بدا نطلع يلا سير ناري اي ريب هاي وي وي كتريب غتريب وي 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 كتزعزع شوف شويه عليك ما تريبش لنا يلا سير دقيقه خلي عندك ابراهيم دقيقه دقيقه ابتسام لا خصك تحاول خصك تحاول انا نتزلق واحد جوج لا 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 يلا سير والله ما غتقدر تدخل في هذيك يلا سير حاول وات ذا فاك شوف والله الا دخل والله الا دخل ابتسام واش شوف شوف شوفي مانا كي كدير كرشي شوفي 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 كرشي كي دارت شوفي كرشي كي دارت شوفي ما يمكنش ما يمكنش شكرا 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 اخوتي يلا سير 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 حاول راه بقات لك 10 ثواني 10 ثواني سربي 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 غير سير غير سير برافو 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 هو هذاك هو هذاك غادي 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 ما يمكنش سير 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 واحد جوج ثلاثة صافي سير سير غنتعلق غير سير تعلق صافي بلاتي بلاتي نجي عندك بلاتي بلاتي الا وليت كنشري في كرشي يلا والله الا غطيح غطيح غطيح
ودابا وصلنا لواحد التجربه اللي لقيناها غير بالصدفه اللي هي ترامبولين. تخيلوا معايا اخوتي انا بهذا الكرش ديالي يعني حامله غادي نجرب ترامبولين، راه ما يمكنش بكرشي هكا. ابتسام انت تحملي مسؤوليه التقبات اه ماشي شغلين، الا فرقعتي دبر راسك تخلصها 100 كيلو على هذا الشيء اخوتي الكرشي راه ما يمكنش فراسك. بعدا واحد القضيه باش نخرم من هذه البلاصه ولا لا؟ وبعدا وبشويه عليك تما راه الكراسه راه على قد الحال ديال الدراري الصغار. الدراري الصغار وبشويه بسم الله شكل معذب. ودابا نقول لكم واحد الحاجه تصدموا، اول مره نجرب ترامبولين في حياتي. ويلي ماما كت... انا فاش كنت انا ترامبولين جاو الدراري الصغار فاش كنقول ويلي حتى انا فاش كنقول ماما ما نلعبش. اه 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 ولا عظام ما يمكنش شحال كدير. انا دابا اللي كتهز اللي كاش كتهز معايا الله يستر الله يستر ناري والله الا خلعاني عرفتي علاش؟ انا تبارك الله ثقيله اخوتي وراه الامان ولكن شوف عندك تفرقع عليك تما شحال كدير شتي كيفاش كدير عرفتي علاش جلست؟ باش طحت بيا بكثر من الارض. لا لا بشويه 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 كاين واحد المشكل اه هذه كيلعبوا فيها الدراري الصغار اه تفرقعات لي النفاخه اش عمرها تصدق بقات تسيق هنايا صافي ما عرفتيش غندير حبس حبس دابا انا عرفتي اش غندير اش غدير؟ حالك هشام وشده حيت بغيت نلعب مازال اويلي بغيت اتلوح ليه ولدك صافي ولدتي صافي ولدت اخوت مني غتلوحها منين؟ سير يلا سير سير لا ما يمكنش ما يمكنش لا لا بلا صافي غادي غادي غتنشفوا خاصني نعوض الدراري في داكشي كامل اللي غيصوروا اليوم وا غتنشفوا دبر راسك صافي غتعوض غيعوض شوف هشام شنو تنبي انا شنو تنبي هشام هشام اخويا عرفتي اويلي تليفون مشى غتشري تليفون جديد تعطيها اخوتي يجيب شنو دايرين اليوم الفطور ابتسام دايرين تاكوس المهم غتشوفوا التاكوس ديال ابتسام في ستوريات انستغرام غتلقاو الانستغرام ديالي ديال ابتسام ديال هشام في الديسكريبشن ولا دخلوا كتبوا العزاوي فاميلي يخرج لكم الانستغرام ديالي دخلوا عندي انا عندي هشام حتى هو زهره كيدير ستوريات. المهم كنتمنى لكم يعجبكم الفيديو ما تنساوش لايك اشتركوا في قناه فعلوا جرس باش يوصلكم جديد والله يجيبوا على خير اخوتي امين تري معانا.